قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. عمل القرآن. أثناء تلاوة ضيفنا لورده اليومي من كتاب الله، اقتربنا منه نستمع إليه وهو يتلو ما تيسر له من آيات القرآن الكريم في خشوع وسكينة تغلف المكان وتضفي عليه الكثير من الروحانيات. استمعنا لتلاوته ثم حديثه عن الأثر الطيب للقرآن على النفس وما يمنحه من طمأنينة للروح والعقل من خلال آيات بينات تحثنا دائما على مكارم الأخلاق وعظم الدرجات في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. حديثنا مع حضراتكم عن حسن الخلق ومنزلته في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تربى على عرش الخلق، ولذلك وصفه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن سعيد بن هشام رضي الله عنه قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فسألتها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، وفي رواية: كان قرآنا يمشي على الأرض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لسائل أن يسأل: كيف كان خلقه القرآن؟ كيف كان قرآناً يمشي على الأرض؟ كان يتمثل صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الكريم ويتخلق بها ويطبقها ويتفاعل معها. لما نزل قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل: ما معنى ذلك يا جبريل؟ ما معنى هذه الآية؟ فجبريل عليه السلام قال: الله أعلم، أسأل ربي. فسأل المولى جل وعلا وهو أعلم إن نبيك صلى الله عليه وسلم يسأل عن معنى قولك جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: يا جبريل أخبره
إن الله يأمرك يا محمد أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. بمثل هذا كان يتخلق النبي صلى الله عليه وسلم: واعف عنهم واصفح، إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. بمثل هذا تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب أروع الأمثلة في العفو والصفح. عندما دخل مكة فاتحا وقد سامه أهل مكة سوء العذاب، هو وصحبه الكرام رضوان الله عليهم، وكان أهل مكة يتوقعون أن يرد عليهم بمثل ما فعلوا، لذلك تجمعوا وهم خائفون من أن يقتص منهم أو يؤذيهم أو يفعل فيهم مثل ما فعلوا، وقد عذبوه وأخرجوه وقاتلوه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دعوة الإسلام التي حطت برحالها على هذه الدنيا، والتي بسطت شعاعها في مشارق الأرض ومغاربها، والتي بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سبيل نشرها أرواحهم ودماءهم وأموالهم والغالي والنفيس، لم تكن تنشد أكثر من تحسين الأخلاق، من تحسين المعاملة بين العبد وربه وبين العبد وغيره. وإن الناظر إلى فرائض الإسلام التي فرضها الله عز وجل من الصلاة والزكاة والصيام والحج ليرى أنها تدعو إلى محاسن الأخلاق، إلى حسن التعامل. الصلاة يقول الله عز وجل فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن إقامة الصلاة تنشد تفعيل الفضائل والبعد عن الرذائل والفحشاء والمنكرات، هذا هو هدف الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة جزء من المال يخرج من الغني إلى الفقير، ينشد تطهير النفس وتزكيتها. تطهير النفس من الأثرة، من الأنانية، من حب النفس والتملك عند الغني، من الحقد والبغضاء والحسد وتمني زوال النعمة عند الفقير للغني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسع في دائرة صدقة التعاون التي تقابل الصدقة المادية. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة. حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك لك صدقة. الصيام فريضة يمسك فيها المرء عن شهوة الطعام والفرج،
يصبر على ذلك ويحتسب الأجر عند الله يشعر بألم الجوع والحرمان. لذلك الصيام جاء ليعلمنا كيف نحسن التعامل مع غيرنا من الذين يشعرون بمثل هذا الشعور طوال العام وعلى مدار الأيام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا حقيقة ما تهدف إليه هذه العبادة: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يذكر نفسه أنه في عبادة، وصاحب العبادة هذا الذي هو متوجه بعبادته إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يجهل مع من يجهل، ولا أن يصخب مع أن يصخب، ولا يتدنى إلى منحدر السباب والشتائم. الإنسان لو لم يتعلم من عبادته أن يحسن خلقه فليس لهذه العبادة قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما قيمة أن تكون في عبادة وأنت متلبس بقول الزور ومجاراة السفهاء في سفهاتهم؟ هذا لا يصلح. كذلك الحج، جمع كبير من الناس في مكان ضيق فيه زحام والتحام وتدافع، ينبغي على المرء أن يضبط نفسه. الحج تطبيق عملي لضبط النفس في نفس الزمان ونفس المكان وسط جموع كثيرة من الناس. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا ينبغي أن يكون ذلك. فإذا ما طبقت ذلك تطبيقا عمليا وتحملت ممن حولك وصبرت عليهم، إذا ما رجعت إلى أهلك ووطنك يكون اللحام والزحام والتدافع أقل. ينبغي أن تحسن التعامل. لقد ربط الإسلام وربط القرآن وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وحسن الخلق، وبين العبادة وحسن الخلق، ولم يفصل بينهما بفاصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فليكرم ضيفه فليحسن إلى جاره. ما زلنا مع حضراتكم نواصل الحديث عن محاسن الأخلاق وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الإيمان وبين حسن التعامل مع الناس، ولم يفصل بينهم بفاصل، بل على العكس، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يحسن التعامل مع الناس يخلو من الإيمان. خلع ربقة الإيمان عن الذي يسيء إلى الناس ولا يؤمن جواره، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وأقسم على ذلك ثلاثة. قال أصحابه رضوان الله عليهم: من يا رسول الله؟ خاب وخسر، من ذاك الذي تقسم على أنه لا يؤمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره بوائقه. إن الذي لا يأمن جاره شروره وما ضاره
ومساوئ تعاملاته هذا ليس بمؤمن. وما صنع الإيمان فيه وما أثر الدين في قلبه وفي سلوكياته لا شيء. لذلك هذا يخرج من الدنيا بلا شيء. نذكر حديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة جارتنا. نذكر إن فلانة جارتنا نذكر من كثرة صلاته وكثرة صيامه وكثرة صدقاته، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قالوا: نذكر فلانة من جيراننا قلة صلاتها وقلة صيامها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، قطع الجبن، غير أنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. أين ذهبت أعمال الأولى؟ وكيف لم تغني عنها شيئا؟ لو نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، غير أنه شتم هذا وقذف هذا وظلم هذا وسفك دم هذا واعتدى على هذا، هذا ليس عنده أي حسن خلق. فيأخذ كل من هؤلاء من حسناته بقدر مظلمته، فإذا فنيت حسناته وبقي طالبوه أخذ من سيئاتهم فوضع على سيئاته وألقي في النار. إن الذي يفصل بين العبادة وبين حسن الخلق وحسن التعامل واهم جاهل لا يفهم شيئا. الله عز وجل في كتابه العزيز ربط بين عبادته وبين حسن التعامل مع أصناف كثيرة من خلقه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله عز وجل لم يفصل بين طلب عبادته والأمر بها وبين الإحسان إلى الوالدين والأقربين والضعفاء والجيران وأمثال هؤلاء. فكيف نفصل نحن بينهم؟ كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويخبرنا أن كمال الإيمان يأتي مع كمال حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. وإن صاحب الحسن الخلق صاحب حسن الخلق لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة صاحب الصيام وصاحب القيام. قد يكون الإنسان لين الجانب، رفيق التعامل، رفيق التعامل، وعبادته متوسطة، يأتي الفرائض وغير موجد في النوافل. وقد يكون إنسان يأتي بالفرائض ويكثر من النوافل ويحسن أن يعمل أعمال الخير متعلقة بالتعبد، لكنه جاف غليظ شديد، عنده قسوة في التعامل. هذا لا يرقى إلى درجة صاحب الخلق الحسن. أثقل ما يأتي به العبد يوم القيامة في ميزان حسناته حسن الخلق. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق يجعلك أقرب ما تكون من النبي صلى الله عليه وسلم في منازل الجنة. كذلك ينبغي أن تكون من الساعين إلى تحسين أخلاقهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: من أوتي حظه من الرفق
فقد أوتي حظه من خير الدنيا والآخرة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حسن الخلق وأعوذ بك من سيء الخلق. اللهم إنا نسألك كما يسألك نبيك صلى الله عليه وسلم: حسن أخلاقنا وأكرمنا بمحاسن الأخلاق وجد علينا يا خلاق. اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزي المشاهد، عشنا معا رحلة إيمانية مع ضيفنا اليوم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نعيش لقاء جديدا مع شخصية جديدة تعلمت من القرآن ما ينفعها في الدنيا والآخرة وعلمني القرآن. كان معكم خالد شعيب في السيناريو وكتابة التعليق والتصوير، محمود مدني قراءة التعليق، إخراج أحمد النجار. رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن.